بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شر إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع المحاضرة كما سمعتم الربا والبيوع المحرمة أو البيوع المنهي عنها، وهو موضوع طويل، ولكن سنوجز ما تيسر لنا منه إن شاء الله، ولعله يكون بداية لمحاضرات في المستقبل تكمله، لأن الناس بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع ومعرفته. الربا توعد الله سبحانه وتعالى عليه بأشد الوعيد في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الذين يأكلون الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تناولت موضوع الربا وبينت الوعيد الشديد على المرابين. أولا، أخبر الله سبحانه وتعالى عن المرابي بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس من قبورهم إلى المحشر
يسيرون من قبورهم مسرعين لا يتخلف منهم أحد، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقوم الناس من قبورهم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي أحياهم بعدما أماتهم وبعدما تشتتت عظامهم وتمزقت لحومهم وتفرقت شعورهم، جمعها الله سبحانه وتعالى وعادت كما كانت خلقا سويا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقوم الإنسان من قبره سويا ثم يسير بأمر الله إلى الاتجاه الذي وجهه الله إليه، إلى المحشر، لا يتخلف أحد، ويمشون بسرعة، يمشون مسرعين، إلا أكلت الربا، فإنهم يقومون من قبورهم مع الناس، ولكن يا للفضيحة، يقومون من قبورهم ويريدون المشي مع الناس فيسقطون، وكلما قاموا سقطوا كحالة المجنون الذي مسه الجن وصرعوه، ذلكم لأن الربا تضخم في بطونهم، الربا الذي أكلوه في الدنيا تضخم في بطونهم فثقلت بهم فلم يستطيعوا النهوض، وكان في هذا فضيحة لهم وتعذيب لهم أمام الخلائق. ولا يقف الأمر عند هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى توعدهم بأنواع من الوعيد، فقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني من تاب من الربا بعدما علم تحريمه تاب منه فله ما سلف، يتوب الله عما سلف ويعفو عما سلف منه مما فعله فيما قبل التوبة كسائر الذنوب، إذا تاب الإنسان منها ولو كانت عظائم ولو كانت شركا وكفرا، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه ومحى عنه ذنوبه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني ترك الربا وتاب منه فله ما سلف، عفى الله عما سلف، وهذا فضل من الله وتكرم منه، وأمره إلى الله هو الذي يتولاه سبحانه وتعالى. ومن عاد إلى أكل الربا بعدما علم تحريمه فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. توعد الله المرابين بأنهم أصحاب النار، أي الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه، ثم قال: هم فيها خالدون،
خالدون يعني باقون فيها خلودا مؤبدا إذا كانوا قد استحلوا الربا، لأن استحلال الربا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. فمن قال إن الربا حلال ولا شيء فيه وهو معاملة صحيحة مثل البيع كما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، من اعتقد هذا الاعتقاد أو تكلم بهذا الكلام فإنه يكون كافرا بالله خالدا مخلدا في النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا كان يعتقد تحريم الربا ولكنه أكله وتعامل به مع اعتقاد تحريمه فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتوعده الله بالخلود في النار، وهذا الخلود لا يكون مؤبدا كخلود الكفار ولكنه يكون مكثا طويلا إلى ما شاء الله، ودخول النار والعياذ بالله ليس بالأمر الهين، لا سيما نار جهنم. الإنسان منا الآن لا يطيق أن يقرب من نار الدنيا، لا يطيق أن يضع فيها أصبعه، لا يطيق أن يمس جمرة منها، مع أنها بالنسبة لنار الآخرة ليست بشيء. نار الآخرة أشد توقدا وأشد حرارة وأشد عذابا، ما بالكم بمن يدخلها ويبقى فيها سنين طويلة، خصوصا إذا كان ذنبه عظيما كأكلة الربا. فالوعيد شديد حتى على من اعتقد أن الربا حرام لكنه تعامل به من باب التهاون ومن باب طاعة النفس والشهوة، فإن الوعيد عليه عظيم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. المحق معناه الإزالة والإذهاب. ومعنى يمحق الله الربا أنه يزيل بركته، فالمرابي وإن جمع أموالا عظيمة فهي لا خير فيها ولا بركة فيها، وإنما هي أحمال يتحملها صاحبها على ظهره، يقاسي أتعابها في الدنيا ويصلى عذابها في الآخرة. لا ينتفع من أموال الربا، إن تصدق لم يقبل الله منه، مع أن المرابي لا يتصدق في الغالب، تغل يده عن الصدقة. وإن أكل منه في بطنه تغذى بالحرام، وكل جسم نبت من السحت فالنار أولى به. وإن تركه لورثته فإنه يكون زاده إلى النار، يكون لغيره النفع وعليه الشقاء والعذاب. يمحق الله الربا من كل الوجوه، ممحوق، أو يسلط الله عليه الآفات التي تتلفه،
وتحرم صاحبه منه بعد تعبه في جمعه. وكم تعلمون وتسمعون من الكوارث اليوم التي تصيب الأموال برا وبحرا حتى تتلفها ويصبح أصحابها مفاليس بين العالم. كثيرا ما نسمع الكوارث التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بأموال المرابين، كثيرا ما نسمع من يفتقر منهم بسرعة ويفلس بين الناس وتحيط به الديون ويودع في ظلمات السجون ويعيش عيشة الذليل، لأن الله محق الربا الذي جمعه، فهو مهدد بالمحق دائما وأبدا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات إحسان إلى الناس ومعروف وإعانة للمحتاجين، فالله يربيها بمعنى أنه يزيدها ويضاعفها لأصحابها وينميها لهم، عكس الربا فإن الله يمحقه ويصيبه بأنواع من المحق. أما الصدقات فإن الله يربيها وينميها ويضاعفها لأصحابها، ذلك لأن المرابي ضد المتصدق، لأن المرابي يأخذ ولا يعطي، أما المتصدق فإنه يعطي ويحسن وينفع ويبذل، أما المرابي فإنما هو أداة أخذ فقط يجمع ويوعي، لأن الله أصابه بالبخل وأصابه بالذل والخوف، أصابه بالخوف من الفقر، وإن كانت أمواله كثيرة إلا أنه مهدد بالخوف من الفقر، بخلاف المتصدق فإنه يرجو ما عند الله ويثق بما عند الله، فهو ينفق ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال: والله لا يحب كل كفار أثيم. وصف المرابي بأنه كفار، يعني كثير الكفر، كفار شديد الكفر والعياذ بالله. وهذا الكفر إن كان قد استحل الربا فإنه كفر أكبر يخرج من الملة، وإن كان لم يستحل الربا فإنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وربما يجره إلى الكفر الأكبر. ثم قال: أثيم شديد الإثم. الأثيم شديد الإثم، مثل كريم كثير الكرم، عليم كثير العلم، أثيم كثير الإثم، فدل على أن آثام الربا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس له من الربا إلا الآثام الحاصلة والمتحصلة، لا ينتظر له إلا الإثم. ما دام أنه مصر على الربا فإنه لا ينتظر إلا الآثام والعياذ بالله، من إثم إلى إثم وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ناداهم وأمرهم بأن يتقوه،
لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ويتقونه، ومن ما يتقونه الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه بطاعته، ومن ذلك الربا، اتقوا الله فلا تأكلوه. فدل على أن الذي يأكل الربا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، أن الذي يأكل الربا لا يتقي الله، وإنما يتقي الله المؤمن الذي يترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا ما بقي من الربا، يعني في المستقبل، ما بقي من الربا يعني في المستقبل بعد نزول الآيات القرآنية إلى يوم القيامة، من نزولها إلى يوم القيامة، والربا حرام لا تجوز إباحته أبدا، حرام بتحريم الله منذ نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. وذروا ما بقي من الربا يعني في المستقبل. وإذا كان لكم أموال ربوية في ذمم الناس فاتركوها، لا تسحبوها منهم، لأنها ظلم، لأنها ظلم، تأخذونها منهم ظلما، اتركوها، اتركوا الربا، اتركوا الربا الذي لكم في ذمم الناس، واتركوا الربا في المستقبل لا تتعاملوا به، وذروا ما بقي من الربا. ثم أعاد فقال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الذي لا يترك الربا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، إما أنه كافر والعياذ بالله إذا كان يعتقد إباحة الربا، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان إذا كان يعتقد تحريم الربا لكنه يتعامل به من باب التهاون والتكاسل، وينقص بذلك إيمانه نقصا عظيما حتى ربما يقارب الزوال. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بدأ الآية بالإيمان وختمها بالإيمان، مما يدل على أن الذي يتعاطى الربا ليس بمؤمن، إما أنه ليس بمؤمن الإيمان كل الإيمان، أو أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. وعلى كل حال فهذا وعيد شديد. ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا، وعيد بعد وعيد، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا، لم تتركوا ما بقي من الربا، لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل استمررتم على المعاملة بالربا بعد سماع النصيحة، بعد سماع الموعظة، بعد سماع الآيات من الله سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا وتتوبوا منه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أذنوا يعني اعلموا، اعلموا أن الله قد أعلن عليكم الحرب، أعلن عليكم الحرب، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلن عليكم الحرب، فاستعدوا لمحاربة الله ورسوله. فدل على أن آكل الربا محارب لله ولرسوله. ومن أعلن الله عليه الحرب فسيسلط عليه جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، لا يلزم أنه يأتيه عساكر معهم رشاشات ومدافع، لا، ما يلزم هذا، الله له جنود كثيرة، له جنود لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد يسلط عليه أضعف الجنود فيهلكه، قد يسلط عليه البعوض، قد يسلط عليه النمل والذر، جنود، قد يسلط عليه الأمراض الخفية فيهلكه، قد يسلط عليه البعوض،
قد يسلط عليه النمل والذر جنود، قد يسلط عليه الأمراض الخفية جنود، الأمراض من جنود الله سبحانه وتعالى، قد يسلط عليه الرياح، قد يسلط عليه الأمطار، قد يسلط عليه الصواعق، قد يسلط عليه شرار الخلق، قد يسلط عليه الطواغيت والظلمة من الخلق، قد يسلط عليه أولاده وزوجاته، كلهم جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. إذا أعلن الله الحرب على أحد فإنه يسلط عليه جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وقد يسلط عليه جنودا مسلحين بالبنادق والسيوف والقنابل والصواريخ، كلهم جنود الله سبحانه وتعالى، كلهم جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنت أيها المرابي ماذا عندك من الجنود؟ لماذا تقاوم جنود الله سبحانه وتعالى إذا جاءت؟ والله إنك أضعف ضعيف، والله إن البعوضة أقوى منك والذرة أقوى منك، فإن لم تفعلوا يعني لم تتوبوا من الربا، وهذا وعيد للمرابين في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم إنه بعد هذا الوعيد الشديد فتح باب التوبة لئلا يقنط المرابي، عرض عليه التوبة، فإن تبتم عرضها عليه مرة ثانية، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان لكم ديون ربوية على الناس، على الشركات، على التجار، على أي أحد، إذا كان لكم أموال ربوية في ذمم الدائنين فخذوا رؤوس أموالكم، لأنها حلال لكم، ولكن الزيادات الربوية اتركوها. هذا منتهى العدل، ما قال اتركوا أموالكم كلها اتركوها للناس، بل قال خذوا أموالكم التي أباحها الله لكم خذوها، لكن الربا الذي حرمه الله اتركوه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب المرابي، إذا تاب المرابي وله ديون في ذمم الناس ربوية، فإنه يسحب رأس ماله الذي أباح الله له ويترك الربا لأنه ليس له. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بغير حق، ولا تظلمون بترك رؤوس أموالكم. هذا منتهى العدل. وإذا كان المدين معسرا، إذا كان المدين موسرا فخذ رأس مالك، إذا كان المدين موسرا فخذ رأس مالك، وإذا كان معسرا فأنظره ولا تزد عليه، ولا تزد عليه الدين في مقابلة تمديد الأجل، كما يفعل أهل الربا اليوم، كل ما تأخر الدين زادوه، وكل ما تأخر زادوه حتى يبلغ مبالغ طائلة في ذمة الفقير من غير منفعة حصل عليها. هذا ما تفعله الجهات الربوية اليوم، إذا صارت لهم ديون على أفراد أو على شركات أو على دول وتأخر السداد زادوها، وكل ما تأخر السداد زادوها. هذا هو ربا الجاهلية، وهذا
أشد أنواع الربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظروه ولا تزيدوا عليه الدين إلى ميسرة، إذا أيسر فإنه يسدد لكم، وهذا في منتهى العدل، لم يقل اتركوها له بل قال أنظروه. وإذا كان لكم رغبة في الأجر بأن تسامحوه نهائيا وتسقطوها عنه فهذا خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، والله يثيبكم ويعوضكم خيرا، وأن تصدقوا خير لكم، يعني وأن تسامحوا المعسر وتسقطوا عنه الدين فذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالزيادة في الدين إذا لم يسدد المدين لا تجوز، سواء كان موسرا أو معسرا. ليس لك إلا رأس مالك فقط عند حلول الأجل، مالك إلا رأس مالك، إن شئت أن تأخذه عند حلوله إن كان المدين موسرا، وإن شئت أن تمهله فذلك لك لكن لا تزد عليه، وكذلك من باب أولى إذا كان المدين معسرا. أيها الإخوة، هذا مرور سريع على معنى هذه الآيات الكريمة في الربا. بقي أن نعرف ما هو الربا. الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وارتفعت للنبات، اهتزت وربت، ربت يعني زادت، والربو الزيادة، والربوة المرتفع من الأرض لأنه زائد عن مستواها، هذا الربا في اللغة الزيادة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بينها الله سبحانه وتعالى، وبينها رسوله، بينها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في أموال مخصوصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء، والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء، والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني إذا بيع صنف بصنف آخر من هذه الأصناف كبيع البر بالشعير أو البر بالتمر أو الذهب بالفضة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، تجوز الزيادة اختلاف الجنس، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، يعني بشرط التقابض في المجلس، وألا يتفرق المتبايعان وبينهما شيء. هذه أصناف ستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة، كل ما شاركها في العلة من الأموال فإنه يلحق بها، وذلك بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، هذا في الأصناف الأربعة. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما على الصحيح هي الثمنية أو النقدية، فكل ما جعل نقدا
جعل عملة، جعل ثمنا للأشياء، فإنه يدخله الربا. إذا بيع بجنسه يحرم فيه شيئان: التفاضل والتأجيل. وإذا اختلفت هذه الأصناف فإنه يباح شيء ويحرم شيء، يباح التفاضل ويحرم التأجيل يدا بيد. هاء وهاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله. وأجمع المسلمون على تحريمه، وحكموا على من استحله بأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، وعلى من تعامل به ولم يستحله أنه فاسق، أنه فاسق ناقص الإيمان ساقط العدالة. ومرتكب لكبيرة من أشد الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ومن أكثر ما يقع فيه الربا اليوم الربا في العملات، النقود، النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من النقود الورقية، سواء سميت ريالات سعودية أو سميت دنانير عراقية أو كويتية أو سميت دولارات أمريكية أو سميت جنيهات استرلينية إنجليزية، فالأسماء لا تغير الحقائق. ما دامت نقود، ما دامت عملات، فإنها يدخلها الربا. إذا بيع جنس منها بجنسه يحرم التفاضل بينها ويحرم التأجيل، وإذا بيع منها جنس بجنس آخر فإنه يباح التفاضل فيها ويحرم التأجيل. فالتأجيل على كل حال حرام سواء اتحد الجنس أو اختلف. أما التفاضل ففيه التفصيل الذي سمعتموه. ومما يجري فيه الربا اليوم بكثرة خصوصا في البنوك والمصارف، مما يكثر وقوعه القرض بالفائدة، القرض بالفائدة. وذلك إذا احتاج الإنسان إلى مبلغ من النقود ليستهلكه أو ليستثمره، إذا احتاج إلى مبلغ يتقدم إلى البنك أو إلى المصرف فيقترض منه مبلغا من المال إلى أجل مسمى ثم يرده بزيادة، الألف يرده 1100 مثلا، 10,000 يردها 11,000 مثلا. هذا هو الربا، هذا هو الربا. القرض لا يكون فيه زيادة أبدا، القرض سواء بسواء، تقترض المبلغ تدفع الحاجة التي احتجت ثم ترده من غير زيادة، من غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع علماء المسلمين على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى ولو لم تكن هذه المنفعة زيادة، حتى لو كانت سكنى دار، يعني أقرضك مبلغا وأسكنته دارك، اشترط عليك أن يسكن دارك لمدة شهر، لمدة سنة، اشترط عليك أن يركب السيارة، سيارك، ينتفع بها لمدة شهر، ينقل عليها حوائجه لأنه أقرضك، قال: أنا أقرضك هذا المبلغ لكن بشرط أن تخلي لي الدار أسكنها، أن تعطى. هذه منفعة غير مالية، منفعة سكنة أو منفعة ركوب أو غير ذلك. كل قرض جر نفعا سواء كان هذا النفع مالا أو كان هذا النفع
سكنى أو ركوبا أو غير ذلك من وجوه المنافع، لأن القرض قربة إلى الله، عقد إرفاق، المطلوب منه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود منه أخذ الزيادة من المقترض. ومن المعاملات الربوية التي تجري في البنوك اليوم الإيداع بالفائدة، الإيداع بالفائدة، بأن تودع أموالك عند بنك من البنوك على أن يستثمرها ويدفع لك زيادة محددة، يدفع لك زيادة محددة 5%، 10%، 2%، أو أي زيادة مشترطة. هذا هو الربا الصريح، هذا هو الربا الصريح الذي لا إشكال فيه. فالإيداع بالفائدة هذا ربا لا يجوز. لكن لو دفعت دراهمك إلى شخص يبيع بها ويشتري، والربح الذي يحصل يكون بينكما على حسب الشرط، فهذه المضاربة المباحة، هذه مضاربة مباحة، لأن الربح غير محدد، خاضع للزيادة وللنقص، خاضع للوجود وللعدم. لكن الزيادة المحددة التي لا بد منها هذا هو الربا. هذا من أنواع الربا التي تجري اليوم وهي كثيرة، الإيداع بالفائدة. كذلك من أنواع الربا التي تجري اليوم، التي تجري في اليوم ويقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس، الاتجار بالعملات. الاتجار بالعملات، إذا اشتريت من شخص عملة أجنبية بنقود دفعتها إليه، ريالات سعودية اشتريت بها ليرات لبنانية أو دولارات أمريكية، ولكنك لم تقبض، دفعت إليه الدراهم وانصرفت ولم تقبض مالك عليه من الليرات، من الدولارات، من الربيات، من الدنانير، لم تقبض، هذا هو الربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، بمعنى أنك تقبض الدراهم وتقبض النقود الأخرى، العملة الأجنبية التي أردتها تقبضها، وإذا قبضتها إما أن تذهب بها وإما أن تودعها عنده، ما في بأس أنك تودعها عنده إلى أن تحتاج إليها، لكن أن تعطيه الدراهم بعملة أجنبية ثم تنصرف ولم يعطك شيئا، أو أعطاك بها سندا، أعطاك بها سندا أو وثيقة، أو أعطاك بها شيكا، حتى الشيك وثيقة، هذا لا يعتبر قبضا على الصحيح الذي تبرأ به الذمة. لابد من تسليم النقد من المشتري وتسلم النقد من البائع، يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم واستلم في مكان واحد، وإلا فإنه سيكون ربا نسيئة والعياذ بالله. فهذا مما يجب التحفظ منه، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، وإن كان يتعامل بها الناس، ما يقول أنا مثل فلان أو مثل علان، ما دام أنه ربا فالله سبحانه وتعالى حرمه عليك. نكتفي بهذا القدر في الكلام على الربا، وإن كان المقام يحتاج إلى أطول من هذا. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي البيوع المنهي عنها. الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع، قال تعالى وأحل الله البيع، وقال سبحانه وتعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة التي هي عن تراض من الطرفين هذا هو البيع، وقد أباحه الله سبحانه وتعالى واستثناه من أكل الأموال بالباطل وجعله مباحا طيبا. والاتجار بالبيع والشراء من أفضل المكاسب لمن صدق وبر. مر صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهم يتبايعون ويتشارون في سوق المدينة فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، فرفعوا إليه رؤوسهم ينتظرون ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعوا رؤوسهم فقال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، أو يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كنبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع مع الصدق ومع البر من أفضل المكاسب، أما مع الكذب والغش والتدليس والاحتيال فهو من أخبث المكاسب، وصاحبه من الفجار والعياذ بالله. هناك أنواع من البيوع كثيرة منهي عنها. أولا، يحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني الذي عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر، فمن باع بعد الأذان فبيعه باطل، وهو آثم وفاعل لمحرم، لأن الله نهاه عن ذلك وأمره بالاتجاه إلى المسجد. فإذا لم يتجه إلى المسجد بعد الأذان وجلس يبيع ويشتري فبيعه باطل وكسبه حرام وفعله إثم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك البيع والشراء الذي يفوت بقية الصلوات الخمس، فإذا كان الإنسان يجلس في دكانه أو في مكانه يبيع وتفوته الصلاة في المسجد فبيعه باطل، لأن الله تعالى يقول لما ذكر البيوت: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض السلف: كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا النداء، سمعوا الأذان وفي يد أحدهم الميزان خفضه وقام إلى الصلاة. الميزان بيده ما يقول بازن، إذا أذن والميزان بيده ألقى الميزان ذهب إلى الصلاة. هذه صفة المؤمنين السلف الصالح الذين هم القدوة، لأن الله تعالى يقول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم
عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالبيع والشراء اللذان يفوتان صلاة الجمعة أو يفوتان صلاة الجماعة بيع منهي عنه شرعا وبيع باطل شرعا، لأنه يلهي عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. فالواجب على التجار وأصحاب الدكاكين والبياعات فور ما يسمعون الأذان أن يغلقوا دكاكينهم ويتجهوا إلى المساجد، إلى التجارة الرابحة، تجارة الآخرة. هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه التجارة، أنت اطلب التجارة الدنيوية التي أباحها الله، لكن إذا جاءت تجارة الآخرة وأسواق الآخرة فاترك تجارة الدنيا واذهب إلى تجارة الآخرة. هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الحسنيين، يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ومن البيوع المنهي عنها، من البيوع المنهي عنها، إذا كان المشتري يستغل المبيع في محرم، إذا علم البايع أن المشتري يستغل المبيع في محرم، كان يشتري العنب من أجل أن يصنع منه الخمر، أو التمر من أجل أن يعمله خمرا، أو يشتري السلاح من أجل أن يقتل به المسلمين، فإنه لا يجوز البيع عليه، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، لا يجوز بيع السلاح على من يستعمله في قطع الطريق، لا يجوز بيع العنب والتمر والأطعمة لمن يستعملها في الخمر، يحولها إلى خمر، إذا علم ذلك فالبيع باطل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا كل من يستعين بالسلعة على ما حرم الله أو يستعملها فيما حرم الله فإنه لا يجوز أن يباع عليه إذا علم منه ذلك. ومن البيوع المنهي عنها بيع المواد المحرمة، بيع المواد المحرمة. لا يجوز للتاجر أن يجعل في دكانه مواد محرمة يبيعها على الناس، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وكذلك بيع آلات اللهو، بيع آلات اللهو باختلاف أنواعها، بيع آلات التصوير باختلاف أنواعها، كل هذه أدوات محرمة، بيع الدخان، بيع الخمر، كل هذه لا يجوز بيعها لأنها مواد محرمة. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كانت مواد محرمة فالواجب إتلافها، الواجب إتلافها وأن لا تبقى في بلاد المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين، ويجب إتلافها
فكيف بالذي يبيعها ويأكل ثمنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ونترك المجال لما تيسر من الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نشكر فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، ولا شك أن الكلام في هذا الموضوع طويل ويطول، وكذلك الأسئلة كثيرة ومتعددة، وغالبها تجتمع في موضوعات معينة. واختصارا منا للأسئلة وتوضيحا لطرحها، فقد جعلناها تتحدث في موضوعات معينة من المعاملات المالية. جمعنا الأسئلة التي تتعلق في شراء العملات مثلا، وكذلك الأسئلة التي تتكلم عن الأسهم، هذه على حدة وتلك على حدة، ثم أسئلة أخرى عن المرابي وما يتعلق به، وهكذا في كل موضوع جمعنا مجموعة من الأسئلة ثم وضعناها على شكل عناصر نطرحها على فضيلة الشيخ نقطة نقطة ليتم أو لتتم الإجابة عليها وتتضح المسألة بإذن الله تعالى. وقد تكلم الشيخ جزاه الله خيرا عن العملات، ونظرا لأن هذه المسألة لها وقعها في زمننا هذا، وتكاد تكون هي حديث مجالس التجار أو من ينوي أن يدخل نفسه في زمرتهم، لهذا الأمر أحببنا أن نعيد الكرة عليها وأن نسأل عنها نقطة نقطة. السؤال الأول في موضوع شراء العملات لفضيلة الشيخ: ما حكم شراء العملة الأخرى كالليرة والدولار، كالليرة والدولار وغيرهما، إذا انخفض ثم يبيعه إذا ارتفع؟ لا بأس بذلك، أن يشتري الإنسان العملة الأجنبية ويستلمها، يسلم هو الثمن ويستلم العملة ويحصل التقابض بينهما، ثم يمسك العملة الأجنبية الليرات مثلا، يمسكها ويخزنها عنده ينتظر غلاءها، فإذا ارتفع سعرها يبيعها، وإذا باعها لابد من التقابض، لا بأس بذلك، لأن هذا من طلب الرزق المباح، إنما لا بد من التقابض عند الشراء الأول وعند البيع الثاني، وكونها يرتفع ثمنها أو ينخفض إذا بيعت بغير جنسها لا بأس بذلك، إذا بيعت بغير جنسها لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وبيع العملة بعملة أخرى، يعني بيع عملة دولة بعملة دولة أخرى، هذا من اختلاف الجنس، فيجوز فيه التفاضل والزيادة، لكن لا بد من التقابض في المجلس. النقطة الأخرى: ما هي الصورة الشرعية المباحة لهذا البيع، وخصوصا أنه يدفع مبلغا ماليا ويستلم بدلا عنه شيكا من البنك؟ الصورة وضحناها وقلنا لا بد أنه يدفع الدراهم التي معه ويستلم بديلها من العملة الأخرى، فيحصل التقابض بينهما في المجلس، هذا لا بد منه. أما الشيك فإنه محل إشكال كبير، والذي أراه وهو الأصل أنه لا يقوم مقام النقود،
لأنه ليس نقدا هو في حد ذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد يعني النقدين، يعني النقدين، ما يكون واحد نقد وواحد بديل، ورقة أو سند أو شيء، لا بد أن يكون نقد، نقد يدفعه المشتري ونقد يدفعه البايع. هذا هو الأصل، وهو الذي تبرأ به الذمة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين أفتى بأن الشيك يقوم مقام النقود التي كتبت فيه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا خروج عن الأصل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح لهذه المسألة. نعم. رجل اشترى عملات من بنك ودفع المبلغ واستلم شيكا عوضا عنها، وبقي معه الشيء وارتفعت العملة وهو لم يصرف الشيء، فماذا يفعل؟ أجبنا عنه، قلنا إن الشيك لا يكون قبضا مبرئا للذمة، لا بد أنه يقبض العملة التي اشتراها، فإن شاء ذهب بها وإن شاء أودعها عند البنك. وإذا ارتفعت قيمتها إما أن يحضر ويبيعها ويسلم ويستلم، أو يوكل من يقوم مقامه في بيعها والتسليم والاستلام في مكان العقد. نعم. كيف يكون يا شيخ بيع الأسهم، يعني الصورة الواضحة؟ الأسهم أو الشيك؟ لا، بيع إذا شرى عملات وليس معه إلا شيك وأراد أن يبيع هذه العملات، لازم يستلم العملة. أو قلنا أن البيع هذا أصله باطل، القبض ما يصلح، القبض بالشيك ما يصلح، لازم يقبض العملة التي اشتراها. أما قبض الشيك بديلا عنها فهذا لا يكفي، فيعتبر العقد باطلا لأنهما تفرقا ولم يقبض الطرف الثاني، لم يقبض النقود وإنما قبض شيكا فقط. نعم. سؤال آخر: رجل يهوى جمع العملات القديمة ليحتفظ بها لنفسه، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، إن الإنسان يشتري الأشياء القديمة من أجل التاريخ، الاحتفاظ بها من أجل التاريخ المستقبل، لأنها عملات ألغيت ولم يكن لها قيمة ثمنية، وإنما يشتريها من أجل أن تكون تحفا يطلع عليها الناس في المستقبل للتاريخ، فهذا لا بأس به. نعم. وأحيانا يشتري عملات قديمة بمبلغ أكثر من ثمنها قديما، لا بأس، يشتريها بما تباع به، لأنها أصبحت مثل السلع، لما ألغيت ثمنيتها صارت مثل السلع التي تباع بزيادة وبنقص. نعم. سؤال عن الصرف وهو شراء عملة بعملة ونحو من ذلك، يقول: ما حكم شراء العملة المعدنية بعملة ورقية ولكن بأكثر، كـ10 ريالات يشتري بها 9 ريالات معدنية؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لأن العملة هذه واحدة، ريال سعودي بريال سعودي، جنس واحد، لكن اختلف هذا من النيكل أو المعدن وهذا من الورق، لكن الدولة المصدرة واحدة، فجنس النقد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذا يقوم مقام الذهب بالذهب أو مقام الفضة بالفضة، فهو نقد واحد جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل، لا بد يكون ريال ورق بريال معدني من غير زيادة، لأنهما جنس واحد. نعم. ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأسهم، وكثرت الأسئلة حولها، ومجمل هذه الأسئلة: ما حكم شراء الأسهم في شركات أو مؤسسات
ونحن لا نعلم هل هذه الشركات ربوية أم غير ربوية، وكيف ستكون المضاربة بأسهمنا ونحو ذلك، إلا أنه أعلن عنها فساهمنا معه. الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يعلم هذا الشيء، يسأل عنه، يدرس حالته، يتأكد منها، ما يغامر ويدخل في شيء مجهول. إذا أراد أنه يساهم في شركة فلا بد أنه يتأكد من كونها شركة نزيهة ليس فيها تعامل بالربا ويساهم فيها. أما ما دام يجهلها ولا يدري عنها فلا يجوز له الدخول فيها، خصوصا وأننا في هذا الزمان كثرت الشركات المشبوهة والمعاملات المشبوهة، فلا يجوز للإنسان أن يدخل معها إلا بعد أن يتأكد من صلاحيتها. وإذا كان هو لا يتمكن أو لا يعرف فعليه أن يسأل من يثق به، عليه أن يسأل من يثق به عنها. فإذا أخبره ثقة عنها بأنها نزيهة يتعامل معها ويساهم معها. وبيع الأسهم فيه تفصيل، الأسهم التي في شركات ربوية هذه لا يجوز بيعها، لأنه لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز أصل الإسهام فيها، لا يجوز ما دامت ربوية. فلا يجوز من باب أولى بيع الأسهم التي له فيها. أما إذا كانت هذه الشركات شركات نزيهة، مثل شركات نقل جماعي، نقل جوي، نقل أرضي، سيارات أو طائرات أو غير ذلك من وسائل النقل التي تستعمل للآجار، أو شركات كهرباء، يساهم في شركة كهرباء تنتج الطاقة الكهربائية التي تباع للناس ويستهلكونها بقيمة، أو شركات عقارات تؤجر أو تباع، أو شركات مصانع تنتج، شركات مصانع أنابيب أو أواني أو غير ذلك أو أسمدة، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية تنتج أشياء مباحة وتباع على الناس أو تؤجر للناس، فالإسهام في هذه الشركات في الأصل لا بأس به. وإذا كان له أسهم فيها لا بأس أن يبيعها على غيره إذا استغنى عنها، لأنه إذا جاز الأصل جاز بيعه، وإذا منع الأصل منع بيعه. نعم. أسئلة كثيرة يا شيخ حول شراء أسهم شركة سابك وشركة الراجحي. شركة سابك إذا كانت كما ذكرنا شركة إنتاجية، يعني شركة صناعية تنتج الأسمدة أو غيرها من المصنوعات الأخرى ولا تتعامل بالربا في رأس مالها فلا بأس بالإسهام فيها. أما شركة الراجحي أنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول فيها شيء الآن حتى أعرف ما هو نظامها بالضبط وما تسير عليه. نعم. يقول بعض الشركات، أو يقصد شركة، يقول ساهمت فيها وطريقتهم أنهم يحفظون الأسهم في البنوك إلى أن تبدأ مشروعاتهم، فما حكم ذلك؟ مجرد حفظ الأسهم في البنوك من غير استثمار ربوي لا بأس، يعني الإيداع في البنوك من أجل الحفظ فقط هذا يجوز عند الضرورة، إذا خيف على الأموال أنها تسرق أو تتلف فأودعت عند البنك من أجل أن يحفظها لا لأجل الزيادة والاستثمار، وإنما من أجل الحفظ فقط، فهذا لا بأس به. أما إذا كان البنك يستثمرها بالربا ويدفع جزءا من الربا لأصحابها فهذا لا يجوز، لا يجوز الإسهام فيها. نعم. رجل ساهم في شركة ربوية قبل أن يعلم أنها ربوية، فلما علم احتار في أمر الأسهم، هل يبيعها على مسلم آخر أم يتركها علما أن الشركة لا تقبل شراءها منه؟ هذا كما ذكرنا من الإهمال، الواجب على الإنسان أنه يعرف الشيء قبل أن يدخل فيه، كان الواجب عليه أنه درس حالة هذه الشركة
وما نظامها، هل هو نظام صحيح أو غير صحيح. أما كونه يغامر ويدخل وهو ما يدري هذا لا يجوز. الآن تورط لما تبين له أنها شركة ربوية، فالإسهام فيها حرام، فإن قدر أنه يسحب رأس ماله فإنه يجب عليه أن يسحب رأس ماله ويتنازل عن هذه الأسهم ويأخذ رأس ماله. أما إذا لم يقدر فإنه ينتظر حتى يتيسر أنه يأخذ رأس ماله، أما أنه يبيعها وهي ربوية هذا لا يجوز. نعم. السؤال الأخير في الأسهم، هل فيها زكاة وكيف تخرج الزكاة منها؟ الأسهم إذا كانت أسهم تنتج دراهم فإنه يزكي على غلتها، يزكي على غلتها إذا حصل منها على أرباح فإنه يزكي هذه الأرباح مع ماله الذي بيده، يزكي أرباحها. نعم. الموضوع الآخر أو الثالث وهو العمل في البنوك وما يتعلق بالذين يعملون في البنوك أو الذين يتعاملون بالربا، نسرده على عناصر. العنصر الأول وهو أننا نعلم أن التعامل بالربا محرم وأن العمل في البنوك الربوية محرم، ولكن إذا كان لي أخ أو قريب يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي فما حكم دخولي عليه والأكل عنده، وإذا كان هناك وليمة أذهب إليه وآكل من طعامه ونحو ذلك؟ إذا كنت تعلم أن أمواله كلها من الربا وأمواله كلها حرام فلا تأكل من طعامه، أما إذا كنت لا تعلم أو هو عنده شيء حرام وعنده شيء حلال يعني ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس أن تأكل من طعامه ومائدته إذا دعاك، لكن مع مناصحته وطلب أنه يترك هذا الشيء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن من علم أن ماله كله حرام هذا لا يجوز الأكل من ماله ولا الأكل من طعامه. أما من كان ماله مختلطا من الحلال والحرام فلا بأس أن يؤكل طعامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود، مع أن اليهود يتعاملون بالربا لكن ليس كل أموالهم كلها من الحرام، فيها حلال وفيها حرام. نعم. سؤال آخر، ماذا على زوجته وأولاده وبماذا تنصحهم؟ على زوجته وأولاده أنهم يناصحونه ويخوفونه بالله عز وجل، وإذا لم يكن لهم مصرف إلا من قبله ولو تركوه لجاعوا أو لضاعوا فيأكلون من نفقته بقدر الضرورة، لأن هذه مسائل ضرورية، لأنهم لو تركوا الأكل مما ينفق عليهم لجاعوا، لأن ما لهم حيلة ولا لهم مصرف غير هذا، فيأكلون منه إلى أن ييسر الله لهم المخرج، إلى أن يكبر الأولاد ويستقلون ويخرجون ويكتسبون ويستغنون عنه ويتركونه ويأخذون أمهم وأخواتهم. أما ما داموا قاصرين وليس لهم مصرف إلا مما يعطيهم والدهم الذي هذه حاله فيأكلون منه من أجل الضرورة. نعم. ويكون الإثم عليه. نعم. يقول إذا قدم لي مرابي رجل يتعامل بالربا أو يعمل في بنك ربوي، إذا قدم لي صدقة أو هدية فهل لي أن أقبلها؟ إذا علمت أن مثل ما قلنا في الأكل، إذا علمت أنها من الربا، أن هذه الهدية من الربا فلا تأخذها، وإذا لم تعلم والرجل عنده مال حلال وعنده حرام فخذها كالأكل سواء. نعم. وإذا تورعت عنها من باب التورع فالتورع بابه واسع. نعم. السؤال الأخير في هذا الموضوع، وننبه إلى أننا سنعود إن شاء الله بعد الصلاة، ستقام الصلاة بعد دقائق أو لحظات، ثم سنعاود إكمال الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى لفترة
نصف ساعة تقريبا. السؤال الأخير في هذا الموضوع يقول: يا فضيلة الشيخ، متى تقبل توبة المرابي؟ وهل هناك من إرشاد لكي يتوب المرابون؟ توبة المرابي كغيره تقبل كل وقت، من ليل أو نهار، متى ما تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، ليس لها وقت محدد. فالمذنب يتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة ولا ينتظر إلى وقت آخر، لأن الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فعليه أن يبادر بالتوبة من الآن، يبادر بالتوبة، وإذا كانت توبته توبة صحيحة تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. نشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله يعظم له الأجر، ونكمل بإذن الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل الأسئلة. سؤال أخير حول العملات. يقول: رجل عنده عملة قديمة بقيت عنده وحفظها لسنوات وهي أكثر من نصاب، فهل يؤدي زكاتها؟ نعم، النقود تجب فيها الزكاة عند تمام كل حول، إذا كانت تبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب فيها الزكاة كل سنة، ما دامت أنها نقود رائجة وتستعمل لم تلغى فإنها تجب فيها الزكاة، لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة، لأنها بديلة عنها تأخذ حكمها. نعم. الموضوع الذي بعد ذلك، وهو حول المسابقات الموجودة الآن في الألبان وفي الزيوت وفي غيرها، يقولون: ما حكم هذه المسابقة؟ وإذا كنت أنا أشتري ذلك النوع من اللبن مثلا، أو أتعامل في سيارتي مع ذلك النوع من الزيوت ثم تحصلت على جائزة، فما الحكم؟ هذه الجوائز التي تعملها الشركات أو التجار على بضائعهم من أجل تحريض الزبائن على الشراء، هذه الجوائز لا تجوز، لأنها يحصل بسببها أضرار ومفاسد، وهي من أكل المال بالباطل. وقد يشتري الإنسان اللبن الكثير أو البيبسي الكثير وهو لا يريد شربه، وإنما طمعا في الحصول على هذه الجائزة المخفاة لعله يعثر عليه، حتى إنه بلغنا أن منهم من يشتري الصناديق من علب البيبسي ثم يفتحها ويريقها في الأرض لا يشربها، لأنه ليس بحاجة إليها، وإنما يريد لعله يعثر على الرقم أو الرمز الذي في أحد الأغطية. وكذلك يشتري اللبن الكثير وهو لا يحتاجه بل يتلفه لعله يحصل على رمز الجائزة المخفاة في أحد علب اللبن. كل هذا من تغرير بالناس واستدرار أموال الناس بالباطل، وأيضا الذي يحصل على هذه الجائزة قد تكون سيارة ذات قيمة كبيرة، فما الذي يحلها له؟ بأي عوض أخذها؟ بأي مقابل؟ هذا يدخل في الميسر المحرم، فلا تجوز. وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع فتوى في تحريمه. نعم. موضوع آخر يقول: ما رأي فضيلتكم
الجمعيات التي تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل. ما رأي فضيلتكم بجمعيات تسمى جمعية تحدث بين الزملاء وأصحاب العمل، وطريقتها أن يجتمع مجموعة زملاء عمل أو مهنة وكل منهم يدفع من راتبه مبلغا من المال، ثم هذا المبلغ الذي يجمع مجموع المبالغ يأخذه في كل شهر أحدهم. يقول هل تدخل هذه بالقروض التي تجر منفعة وبالتالي تعتبر ربا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذه واقعة موجودة وكثر السؤال عنها، والعلماء اختلفوا في حكمها، انقسموا إلى قسمين: قسم يرى أنها جائزة ولا يرى أن هذا من القرض الذي جر نفعا، بل يقول هذا من التعاون بين المشتركين فأباحوه، والقسم الثاني يرى أن هذا محرم وأنه قرض جر نفعا، وأنا من الذين يرون تحريمه، أنا من الفريق الثاني الذي يرى تحريم هذا الشيء لأنه قرض جر نفعا، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قرض مشروط في قرض، أنا أقرضك بشرط أن تقرضني، تقارض. والقرض إذا كان مشروطا بقرض آخر فهو ربا أيضا. يجتمع فيها آفتان، بل آفات كثيرة، لكن أعظمها أنه قرض جر نفعا، ثانيا أنه قرض مشروط في قرض، لأن كل واحد يقرض زملائه بشرط أن يقرضوه، وهذا هذا بيعتين في بيعة، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيعتين في بيعة، كأن يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أنك تبيعني دارك مثلا، أبيعك هذا الشيء بشرط أن تبيعني كذا، بيع مشروط في بيع، قرض مشروط في قرض، ألا يجوز هذا؟ نعم. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد؟ قضية الجمعيات اللي هو شغل، يقول التوضيح يعني فيها، والشيخ يقول أنا أرى أنها لا تجوز، يعني واضح. أنا أقول لا تجوز لا تجوز لا تجوز، يكفي هذا؟ أي نعم. يقول ما رأي فضيلتكم بمن يقول لا مجتمع أو لا دولة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون ربا؟ ما رأيكم بهذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ هذا كلام باطل ومكابرة وافتراء على دين الإسلام. الإسلام فيه اقتصاد ولله الحمد، منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاد نزيه خالي من الربا، تجارات المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتاجرون ويحرمون الربا ولا تدهور اقتصادهم، وإنما لا اقتصاد إلا في ربا، هذا عند الكفار الذين لا يؤمنون بالله ورسوله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة هذا موجود، والتجارة فيه رابحة والمكسب فيه طيب والحمد لله. أما المسلمون فيقولون الاقتصاد ولله الحمد موجود، القائم على الكتاب والسنة هذا موجود، والتجارة فيه رابحة والمكسب فيه طيب والحمد لله. وما زال التجار من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا من المسلمين لا يتعاملون بالربا، وتجاراتهم كبيرة ولله الحمد. وهذا القائل رد عليه المشايخ ولله الحمد، ومن أحسن من رد عليه وطبع رده الآن الشيخ محمود بن عبد الله التويجري حفظه الله، رد عليه برد مفحم ولله الحمد وأبطل هذه المقولة الباطلة. نعم. سؤال يسأل عن حادثة يقول أنها تقع أحيانا: رجل أراد أن يشتري سيارة ولكنه لا يوجد لديه نقود، قال له صاحبه أنا أبيعك سيارة بالتقسيط، فاتفقا
ثم ذهب إلى المعرض واشترى صاحبه السيارة باسم الأول وباعها عليه بالتقسيط بزيادة الثمن، فما حكم ذلك؟ كونه يبيع عليه السيارة بالتقسيط لثمن مؤجل هذا لا بأس به، لكن لا بد أن تكون السيارة مملوكة للبائع قبل العقد، أن تكون السيارة في ملك البائع قبل العقد. أما إذا كان حصل العقد بينهما والسيارة ليست في ملكه ثم ذهب واشتراها وأعطاها له فهذا بيع باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أمضي وأشتريه من السوق وأبيعه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السيارة أو السيارات أو السلع متوفرة عند الدائن أولا، ثم يتعاقد مع المشتري ويبيع عليه من ممتلكاته الموجودة في ثمن مؤجل لا بأس بذلك. أسئلة كثيرة حول تأجير المحلات للبنوك الربوية وتأجيرها أيضا، ذكر للقهاوي حتى أنه يقول في سؤاله هل يجوز تأجير سطح العمارة كمحل القهوة لبيع الشيشة ونحو ذلك، أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. تأجير المحلات لمن يفعلون فيها المحرم لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر دكانك ليجعل محلا للتصوير مثلا، لا يجوز أن تبيع دكانك ليجعل محلا لشرب الدخان أو شرب الشيشة أو أن يجتمع فيه الذين يتركون الصلاة مع الجماعة، كل هذا لا يجوز لأن هذا من الإعانة على المعصية. وقد علمنا أن من البيوع المنهي عنها إذا كان البيع يعين على المعصية فهو محرم، كذلك الإجارة إذا كانت تعين على المعصية فهي محرمة. فإذا علمت أن المستأجر يستعمل محلك لشيء محرم فلا يجوز أن تؤجره إياه، وهذا شيء معلوم عند أصحاب القهاوي أنهم يقدمون الدخان ويقدمون الجراك والشيشة للحاضرين وهذا محرم، وأنت تعلم بهذا لا يجوز هذا. إذا علمت أن صاحب أن المستأجر يجعل دكانك للتصوير يحط بها آلات تصوير يصور الناس هذا لا يجوز، وهكذا كل ما علمت أن المستأجر يستعمل المحل في معصية الله فلا يجوز أن تؤجره، يعني هذا من الإعانة على معاصي الله عز وجل. نعم. سائل يسأل عن خيار الشر، يقول ما هو وما صورته؟ خيار الشر أن تشتري سلعة وتقول لي الخيار ثلاثة أيام أو شهر إن صلحت لي ولا أردها عليك، هذا خيار الشرط، خيار مشروط بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترى سلعة واشترط له الخيار مدة معلومة فلا بأس بذلك. نعم. سائل يسأل يقول بعض الناس يأخذ من مكتب العمل ما يسمى بفيزة عامل ثم إذا استلمها قام ببيعها، هل هذا العمل جائز؟ هذا لا يجوز لأن هذا خلاف نظام ولي الأمر، فإن ولي الأمر لا يسمح بمنح هذه الأشياء إلا لمن يحتاج إلى عمال، إذا كان الإنسان يحتاج إلى عمال فإنه يأخذ الفيزة لاستخدامه بقدر حاجته، أما أن يأخذها من أجل أن يبيعها وهو ليس بحاجة إلى عمال فهذا من الاحتيال الباطل ومن معصية ولي الأمر ومخالفة نظام ولي الأمر. الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دامت طاعته ليس فيها معصية بل هي في مصلحة المسلمين فلا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفة أمره.
مع أن استخدام العمال يا عباد الله أصبح اليوم من الفتن العظيمة والشرور التي جرت على الناس الشر الكثير، استخدام الأجانب ولا سيما إذا كانوا والأكثر كذلك كفارا، استخدامهم لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين أو مسلمون بالاسم فقط ولا يعرفون ما هو الإسلام، فهذا خطر على البلاد وخطر على الإسلام وخطر على المسلمين. لكن عند الضرورة إذا تقيد الإنسان بالنظام الذي وضعه ولي الأمر لهذا واستقدم من المسلمين من يستخدمه في عمله بقدر الحاجة فلا بأس بذلك، أما ما تعدى هذه الضوابط فهو حرام ولا يجوز. نعم. يتبع هذا السؤال أيها الشيخ أسئلة، وهي أنه بعض الناس يستخدم عمال ويكون تحت كفالته ويأخذ منهم نسبة في الشهر أو أن يأخذ منهم مبلغ مالي عند تجديد الإقامة ولا يدري عن أحوالهم، يتركهم وأعمالهم وما يحصل لهم ولكن يأخذ منهم نسبة في الشهر أو يأخذ مبلغ مالي عند تجديد الإقامة. هذا لا يجوز أيضا إذا كان يستخدم عمال وهو ليس بحاجة إليهم وإنما يتركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة معينة، هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات لمنعه لما فيه من الأضرار وما فيه من أكل تعب الناس بدون حق وما فيه من مخالفة نظام ولي الأمر، لأن نظام ولي الأمر لا يسمح للإنسان يستقدم إلا بقدر حاجته، إذا كان عنده عمل هو فعلا يستقدم لعمله هو، أما أنه يستخدم عمال وهو ليس عنده عمل أو زايدين عن حاجته يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم نسبة هذا لا يجوز، وفيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات. نعم. سائل يسأل يقول هناك في سوق الخضار تقوم الجهات المعنية والرسمية بمصادرة الخضار والفواكه التي يخالف أصحابها وتقوم بعد ذلك ببيعها بالمزاد العلني، السؤال هل يجوز لي أن أشتري منهم والبيع بهذه الصورة جزاكم الله خيرا؟ البضائع اللي ما فيها إشكال كثيرة اذهب واشتر من اللي ما فيه إشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ستكون في المزاد العلني أرخص يا شيخ. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اذهب واشتر من اللي ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى سؤال. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال أحد الأخوة يحث على الكلام عليه، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إني أحبكم في الله والحاضرين، لا شك أن هذا الجمع المبارك لا يخلو من أن يكون فيه موظفون كثير، وبطبيعة الحال يقبض الموظف راتبا شهريا مقابل وظيفته، فهل من كلمة بخصوص حظ الموظف على المواظبة على عمله حتى يكون كسبه حلالا مباركا؟ فهذا الجمع المبارك بحاجة إلى تلك الكلمة جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وزادنا الله وإياك من المحبة فيه. أما عن النصيحة للموظفين فلا شك أن الموظف قد اشتري منه وقته في مقابل ما يدفع له من راتب، فلا يحل له من الراتب إلا بقدر ما يؤدي من العمل، فعليه أن يحافظ على وقته في العمل وعليه أن يشغل وقته في العمل حسب استطاعته، لأنه مستأجر ومؤتمن على عمله وعلى أعمال المسلمين الذين يراجعونه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقن العمل ويحافظ على الوقت ويعدل بين الناس الذين يتصلون به لإنجاز أعمالهم، إذا كان من أصحاب الإدارات أو المكاتب أن يعدل بين الناس
ولا يقدم غنيا لغناه أو قريبا لقرابته، وإنما يعدل بين المسلمين على حد سواء، لا يحيف مع أحد ولا يحابي مع أحد ولا يضيع وقته في غير العمل إلا من عذر شرعي يسمح به النظام. العذر الشرعي لا بأس، أما من دون عذر بأن يكون تساهلا منه وتضييعا منه أو تقليدا للآخرين الذين لا يعبؤون بذممهم، فهذا لا يجوز. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه من بداية الدوام إلى نهاية الدوام كل الوقت هذا مشترى منه في مقابل الراتب الذي يأخذه، وأن كل فلس من راتبه في مقابل جزء من الوقت الوظيفي لا يحل له إلا بقدر ما أدى من العمل وأخلص فيه، والله الموفق. نعم. سائل يقول: ورد أنه يأتي في آخر الزمان على الناس في آخر الزمان زمان من لم يأكل الربا فيه ناله من غباره، أو كما ورد، فما هو غبار الربا إذا كان الإنسان لا يتعاطى الربا؟ هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه النهي، خبر معناه النهي والتحذير، وهو من علامات النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحذر من الربا مهما أمكنه ذلك، وإذا أصابه شيء من الربا لم يتعمده فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، إذا كان ما تعمد هذا الشيء ولا عرفه، وإنما ناله شيء من غبار الربا، شيء لم يتعمده في مرتبه، في بيعه وشرائه، في تعامله مع الناس، شيء لم يتعمده ولم يعلم أنه ربا، لم يعلم أنه ربا، فهذا يعفو الله عنه. أما من تعمد وعصى الله على بصيرة فهذا هو الذي يؤاخذ ويعاقب، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. سؤال حول الذين يتعاملون بالربا، يقول: إذا نصحناهم فلم ينتصحوا فهل يجوز لنا أن نحذر منهم زوجاتهم وأولادهم، وهل يجوز التشهير بهم بصورة سرية بين الناس وذكر أسماءهم للمجتمع ليحذر المجتمع منهم؟ هذا حسب الجرائم، الجرائم تختلف، إذا كانت جرائمهم كبيرة وخطيرة فلا بأس أن يبين أمرهم ليحذرهم الناس، وأيضا لا بد من الإنكار عليهم ظاهرا بأن يرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور، إلى الهيئات، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، مراكز الهيئات، المسؤولين عن الحسبة، ولي الأمر يرفع بشأنهم. أما إذا كانت جرائمهم دون ذلك فعليه أن يناصحهم، وإذا مهما أمكن الستر على المسلم، مهما أمكن الستر على المسلم مع مناصحته فهو واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله الدنيا والآخرة. إذا كان الستر فيه علاج ويرجى لصاحبه أن يتوب وأن يترك الشيء، أما إذا كان مجاهرا بالمعصية لا يبالي ونصح ولم يقبل النصيحة فهذا يتخذ معه الإجراء الآخر بأن يبلغ عنه وينصح الناس عن التعامل معه وعن مخالطته لئلا يعديهم بوبائه، لأنه موبوء، فلا مثلا يخالطه السليم لئلا يعدى بشره وفتنته. فهذا على حسب الجرائم وحسب الأحوال، وعلى المسلم أن يكون حكيما في أمره ونهيه وموعظته، يعمل ما هو الأصلح والأحسن. قال الله تعالى:
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أنا يحتاج إلى بصيرة، إلى علم، وإلى حكمة، وإلى رفق بمن يستحق الرفق، وغلظة في حق من يستحق الغلظة. هذا يختلف باختلاف الناس. نعم. سائل يسأل يقول: كنت أعمل في شركة ويؤخذ مني بدل التأمين، فخرجت من هذه الشركة وأعطوني ما كانوا يأخذونه مني من بدل التأمين، فما الحكم؟ تسأل عقب ما أخذت التأمين، هذه مشكلة. كان سألت قبل تأخذ، لكن إذا أخذته وتورطت فيه فتتصدق به، تخلص منه، تصدق به وتخلص منه، وله من باب الصدقة، من باب التخلص منه، لأن تضعه في مشروع خيري كالمال الذي ليس له مستحق وليس له مالك، يكون في مشروع خيري وتتخلص منه بذلك. نعم. تأمينات لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني فقط، التأمين التعاوني هذا هو الذي يجوز، أما بقية التأمينات، التأمين على الحياة، التأمين على الأعضاء، التأمين على الصحة، التأمين على السيارات، على الممتلكات، كل هذا لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل. نعم. نحن أجبنا عن السؤال، نحن أجبنا عن السؤال، أما كونه خصموا عليهم، لا ما هو خصموا عليه، معروف التأمين، معروف أي نظام التأمين معروف، يأخذون منك مقدار من المال ويتعهدون أنه إذا أصابك شيء يقومون بالغرامة، يتحملون الغرامة على سيارك، على جسمك، على هذا الموظف ما هو تأمين، هذا الموظف هذا يعتبر تقاعد، تقاعد هذا نظام غير، هذا من نظام الحكومة، شركة ما صار تقاعد. نعم هذا تأمين ليس تقاعدا، وإنما هو تأمين، تقاعد له حكم آخر. نعم. يقول: نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة ما، والمكان الذي نعمل به لا يوجد به مسجد للصلاة، ولكننا اتخذنا غرفة نصلي بها ولكنها صغيرة لا تتسع لأكثر من صف واحد مع الإمام. السؤال: هل يجوز لنا أن نجعل الإمام في أقصى اليسار ويصف عن يمين الإمام صف، أي نكون صفين، صف عن يمين الإمام وصف خلف الإمام، مع العلم أن الإمام لا يكون في وسط الصف، في وسط الصف، أم كيف نعمل؟ جزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الأذان، يجب عليكم الذهاب للمسجد، ولا يجوز لكم الصلاة في البيت أو في المحل، لقوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في بيوت أذن الله أن ترفع، إلى قوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيذهبون إلى المساجد. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعمى يسأله هل له رخصة أن يصلي في بيته للمشقة التي ينالها في الطريق، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وتوعد المنافقين الذين لا يحضرون الصلاة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وقال عبد الله بن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة المساجد، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف،
فإذا كان بقربكم مسجد وتسمعون الأذان فعليكم أن تذهبوا إلى المسجد وتصلوا مع الجماعة المسلمين. أما إذا كان ليس عندكم مسجد ولا تسمعون أذان تصلون في الغرفة لا بأس، وإذا ضاقت يكون الإمام في وسط الصف الأول، يكون الإمام في وسط الصف الأول، توسط في الصف الأول. نعم. سائل يسأل يقول: ما حكم المرور بين صفوف المأمومين أو بين المأمومين والإمام أثناء الصلاة مع الدليل؟ نعم، من كان له إمام فسترة الإمام سترة للمأموم، لا يجوز المرور أمام الإمام، أما المأموم فلا بأس أن يمر الإنسان من أمامه خصوصا للحاجة، إذا كان هناك حاجة للمرور يمر، ولا يعتبر هذا من المنهي عنه، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء راكبا حمارا في والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أو راكبا أتانا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في ميناء، جاء من قدام الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فالمرور من أمام الصفوف لا يؤثر على السترة لأن سترة الإمام تكفي، لكن لا ينبغي المرور إلا عند الحاجة لأنه يشوش على المصلين. أما أنه يأخذ حكم الوعيد على المار بين يدي المصلي ما يأخذ هذا إلا لو مر بين الإمام وسترته، لو مر بين الإمام وسترته جاء نال الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الإخوة، قبل أن نختم الأسئلة بقي سؤال أو أكثر، نؤكد على الملاحظات والاقتراحات من قبلكم بأن تكتبوها في أوراق وتضعوها في الأماكن المخصصة لها عند الأبواب، أو أن تجمع في ورقة وتقدم إلى مكتب الدعوة بالرياض أو إدارة الدعوة بالداخل، أو إلى مندوبي الإفتاء في مناطق الرياض. فنحن أيها الإخوة بأمس الحاجة إلى هذه المقترحات والملاحظات حتى نستفيد منها في التجارب في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي ولد عمره 11 سنة، وبنت عمرها 10 سنوات، وبنت أخرى عمرها 6 سنوات ونصف، وجميعهم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، فهل يجوز أن يدرسهم مدرس رجل جميعا في منزلنا؟ وماذا تنصحوننا جزاكم الله خير؟ ما داموا صغارا وهم إخوة، لا بأس أن يدرسهم مدرس في منزلكم ما داموا صغارا، عند البنات صغار ليس عليهم، لم يجب عليهم الحجاب، ولا بأس بذلك. هذا الذي يظهر لي من السؤال، إذا كان الأطفال صغار البنات لم يبلغن سن الحجاب صغيرات.